was born on January 1st, 1908. أهلا بيكم في أسبوع جديد من البوكس أوفيس في السينما الأمريكية. في المركز الخامس الأسبوع ده فيلم The Edge of the Line. الفيلم حقق في خامس أسابيع عرضه 15 مليون دولار وبكده بتصل إيراداته إلى 40 مليون دولار. الفيلم بطولة هاريسون فورد وبليك ليفلي وبدور أحداثه حول فتاة بتعيش في ثلاثينات القرن الماضي وبتتعرض لحادثة بتخلي عمرها يتوقف عند 28 سنة وبتبعد باقي حياتها عن الناس، لكن بالصدفة بتقابل شاب بيرجعها للرومانسية من جديد وبيكون قدامها اختيارين، يا إما تكمل معاه حياتها أو بتتنازل عن حياة الخلود اللي كانت عايشاها. في المركز الرابع فيلم Avengers Age of Ultron. الفيلم حقق الأسبوع ده 22 مليون دولار وبكده تبقى إيراداته 405 مليون دولار. الفيلم بطولة روبرت داوني وكريس إيفانز وبتدور أحداثه حول محاولات الرجل الحديدي توني ستارك إنه يعيد إحياء مشروع حفظ السلام من جديد، بس المحاولات دي بينتج عنها نتيجة عكسية وبتخلق ذكاء اصطناعي مدمر بيحاول تطبيق معاييره على البشر، وبيبقى مصير استمرار الحياة على كوكب الأرض معتمد على نجاح الأبطال الخارقين زي الرجل الحديدي وكابتن أمريكا والعملاق الأخضر والأرمل السوداء وهوك، وكل دول بيتحدوا من أجل مواجهة الذكاء الشرير ألترون. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. في المركز الثالث فيلم ماد ماكس فيوري رود. الفيلم بطولة شارلي ثيرون وجورج ميلر وحقق في تاني أسابيع عرضه بأمريكا 24 مليون دولار وبكده بتصل إيراداته إلى 88 مليون دولار. الفيلم بتدور أحداثه حول انتهاء الحياة على كوكب الأرض ومحاولة اتنين من الناجين إنهم يعيدوا بناء مدينتهم من جديد بعد ما بقى كوكب الأرض مجرد صحراء خالية من أي مقاومات للحياة، وفي محاولاتهم بيقابلوا تحديات وصعوبات كتيرة جدا. Coming to you live from the nation's capital where the Barton University Bellas are performing for the President of the United States on his birthday. I came in like a wrecking ball. في المركز الثاني فيلم Pitch Perfect 2. الفيلم حقق في تاني أسابيع عرضه 31 مليون دولار وبكده بتبقى إيراداته 110 مليون دولار، وهو بطولة أنا كيندريك وريبل ويلسون، وبتدور أحداث الفيلم حول فرقة غنائية مكونة من مجموعة بنات بيدخلوا في مسابقة دولية ما دخلتهاش قبل كده أي فرقة أمريكية، وده عشان يحسنوا ظروفهم الحياتية والمادية. Please just retire. Did your accents get thicker? Is that like a intimidation thing? Because World War II. Boom. That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... أما في المركز الأول وعلى قمة شباك تذاكر السينما الأمريكية الأسبوع ده بيتربع فيلم جورج كلوني الجديد تومورولاند. الفيلم حقق في أول أسابيع عرضه 33 مليون دولار وبتدور أحداث الفيلم حول مراهق بيتعاون مع عالم كبير بيحاولوا يساعدوا بعض في الوصول إلى اكتشاف علمي لكشف أسرار كونية جديدة. The future is running out.